كالعادة بنبدأ أخبارنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ورئيس أوزباكستان اتصل هاتفيا بالرئيس السيسي وهنأه بمناسبة حلول عيد الأضحى. عندنا كمان ذكرى يعني من الذكريات الغالية على قلوبنا كلنا، وهي مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو يا جمانة. عشان كده القوات المسلحة هنأت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وكمان امبارح كان في إفراج عن 2374 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك. خلونا نعرف أخبار تانية بالتفصيل من خلال هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها، كل عام وأنتم بخير. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس شوكت ميردايف رئيس جمهورية أوزباكستان، اللي توجه بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً موفور التقدم والرخاء لمصر حكومة وشعب. من جانبه أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من الرئيس الأوزبكي، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على أوزباكستان والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 10 لثورة 30 من يونيو لعام 2023. وبعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة ممثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. امبارح عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2374 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2023 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم اللي استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. امبارح سلطت هيئة قناة السويس خلال مشاركتها كأحد أبرز الشركاء الرئيسيين في جناح الربابنة والطواقم بمعرض موناكو الضوء على المخطط العام لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية، استغلالاً لموقعها الفريد اللي بيسمح بالاستحواذ على حصة جيدة من هذه الصناعة الواعدة، لا سيما في ظل تنامي أعداد اليخوت في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وبتشارك هيئة قناة السويس في معرض موناكو لليخوت في دورته 32 اللي بينعقد خلال الفترة من 27 ل 30 سبتمبر المقبل بميناء هرقل بموناكو، في إطار خطة الهيئة للتحول لمركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط. طيب، وبما أننا بنتكلم عن تاني أيام عيد الأضحى المبارك، فمعنا مجموعة من أخبار المحافظات والأحداث التي حدثت فيها بالأمس، اللي يمكن أهمها افتتاح السيرك القومي بمدينة العريش. ونروح لمحافظة الإسكندرية لأن انطلقت فيها المبادرة دي بعنوان فرح طفل في أيام عيد الأضحى. كمان معنا تخصيص 60,000 كيلو لحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في محافظة الغربية، ومحافظة إنها تم تنظيم كرنفال للأطفال دور الرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أخبار تانية في محافظات أخرى هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها إن مديرية الثقافة في شمال سيناء أعدت برامج ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة لتقديمها خلال فترة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وبيعود السيرك القومي بالعريش خلال أيام عيد الأضحى المبارك بعد غياب دام لسنوات بسبب الحرب على الإرهاب، وبتبدأ أسعار التذاكر من 30 ل 50 جنيه حسب درجات الجلوس في مقاعد السيرك الكائن خلف قسم ثاني الجديد بطريق البحر.
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية أطلقت مبادرة فرح طفل اللي بينفذها أعضاء برلمان الشباب وتجوب جميع مناطق الإسكندرية بالتزامن مع مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب. تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال في عيد الأضحى المبارك، وده من خلال تفعيل دور أعضاء برلمان الشباب بالإسكندرية وتوزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرة لتشمل الأطفال في جميع أنحاء الإسكندرية. مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بدأت توزيع الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجاً بمراكز ومدن المحافظة، وخصصت كمية 60,000 كيلو لحوم بلدي ومستوردة يتم توزيعها تباعاً على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الغربية، وده بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم. محافظة قنا نظمت كرنفال بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الأيتام وأسر شهداء العمل بهدف إدخال السرور على قلوبهم، وشهد الكرنفال تقديم العيديات وحلويات العيد والألعاب للأطفال، بالإضافة للعديد من الأنشطة والفقرات الفنية والترفيهية، فضلاً عن تنظيم جولة بالطفطف لمكتبة مصر العامة وتنظيم رحلات نيلية لإتاحة الفرصة للأطفال ليعبروا عن فرحتهم. الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية أعلنت أن مرفق الإسعاف في محافظة الإسماعيلية دفع ب 26 سيارة إسعاف لتأمين الساحات الشعبية ومراكز الشباب اللي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى، وتم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، وتم التأكد ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى محافظة الإسماعيلية، مع تكثيف تواجد كل التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد لاستقبال أي حالات مرضية. محافظة بني سويف شهدت ذبح الأضاحي تحت إشراف الطب البيطري، وتم ذبح أكثر من 200 رأس ماشية لتوزيعها على أكثر من 30,000 أسرة من الأولى بالرعاية، وبيتضمن اليوم الأول ذبح 14 رأس، وتم توزيع لحومها على الفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وعن طريق الجمعيات الأهلية بتلك المناطق والقرى.